احداث الفضاء قمه المتعه، زائد ان هي كتيره جدا، وهنا انا هنقل لكم الاحداث دي اول باول. ولكن في البدايه احب ادعو حضراتكم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اول خبر معانا نازل على موقع وكاله الفضاء الاوروبيه وبيكشف لنا عن اخر انجاز لمقصد هابل الفضائي، واللي رصد تشكل النجوم في زوج من المجرات المندمجه. المجرات اللي بنتكلم عنها مجرات حلزونيه، هما اتنين بالظبط، الاولى UGC 05028 والتانية UGC 05029، والاتنين مجتمعين بيطلق عليهم ARB 300. واللي حصل ان المجرة الكبيرة UGC 05029 هي اللي جذبت المجرة الصغيرة UGC 05028. ظهرت المجرة الصغيرة عبارة عن عقدة بتلمع في الجنوب الشرقي، وده حصل نتيجة الاندماج المجري. واول ما يكتمل الاندماج ده فبقايا المجرة الصغيرة هيتم امتصاصها بالكامل، وده هيعمل انتفاخ مركزي بارز وهيغذي تكوين النجوم الجديدة. لكن السبب الاساسي لتركيز مقصد هابل الفضائي على الاندماج ده فهو من اجل فهم افضل للعلاقة بين الخصائص الفيزيائية للمجرتين زائد ديناميكيات تكوين النجوم. وعلشان ده يحصل فمقصد هابل الفضائي صور اجسام تانية في المنطقة المجرية، ومن ضمن الاجسام دي خمس مجرات خلفية بعيدة متجمعة قريب من الجزء السفلي من الصورة. تاني خبر معانا دراسة مهمة جدا نازلة في مجلة نيتشه. طبعا كلنا عارفين ان عمر الكون 13.8 مليار سنة، لكن الدراسة الجديدة بتقول ان الكون ممكن يكون اصغر من كده. لازم تعرفوا في البداية ان عمر الكون اتحسب عن طريق حاجة اسمها النموذج القياسي لعلم الكون، والنموذج ده بيوصف الكون المسطح اللي بتهيمن عليه الطاقة المظلمة والمادة المظلمة انه بيتوسع بمعدل متسارع. بعد كده بيستخدموا النموذج القياسي كأساس لعمليات المحاكاة الحاسوبية العملاقة اللي بتقدر تصور نمو بنية الكون زي المجرات والعناقيد المجرية. والدراسة الجديدة بتقول ان في قياسات جديدة لحركات ازواج المجرات بتتعارض مع كل ده. قائد الدراسة الجديدة هو عالم الفلك جوتشي من المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، واللي قام بدراسة أزواج من الأقمار الصناعية في مجموعات المجرات. مجموعات المجرات زي مجموعتنا المحلية، واللي بتضم عدد قليل من المجرات الكبيرة عن طريق سرب من المجرات الأصغر. طيب إزاي بتتشكل المجموعات دي؟ بتتشكل لما تلتقي خيوط في الشبكة الكونية للمادة اللي بتغطي الكون، وساعتها بتتحرك المجرات الأصغر على طول الخيوط دي قبل ما تقع في المجموعة، وباستخدام الملاحظات اللي عملها مسح سلون الرقمي ل 813 مجموعة مجرية موجودة على بعد 600 مليون سنة ضوئية من كوكبنا. ركز فريق الدراسة على المجرة الأكثر ضخامة في كل مجموعة، وقدروا يقيسوا حركة أزواج الأقمار الصناعية في كل مجرة. لقوا إن نسبة المجرات التابعة اللي كانت بتدور بشكل معاكس بالنسبة لبعض أعلى من اللي تنبأت بيه عمليات المحاكاة الحاسوبية العملاقة بتاعة البنية واسعة النطاق. وبعد القياسات دي أي بيانات جديدة هيكون مرحب بيها. وبيقول جوتشي قائد الدراسة إن الظاهرة دي نفسها لازم بتنطبق على مجموعات المجرات الأكبر حجما، لكن العناقيد المجرية بتميل إن هي تكون أبعد. الخبر اللي بعد كده طبعا كلنا سمعنا عن الكويكب اللي اخترق الغلاف الجوي وظهر فوق برلين يوم 21 اللي فات. تعالوا نعرف مع بعض ازاي وكالة ناسا عرفت الموضوع ده وحذرت الناس منه. وكالة ناسا نزلت تنبيه وقالت ان في كويكب صغير هيتفكك على شكل كرة نارية مش هتضر حد غرب برلين. الجسم اللي بنتكلم عنه هو BX1-2024 واللي عرضه 3.3 قدم، يعني تقريبا متر. وعلى فكرة الحدث ده ظهر في كل أنحاء يوروب. وكالة ناسا رسمت مساره عن طريق نظام تقييم المخاطر، وده مركز بيدرس الأجسام القريبة من الأرض موجود في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا. البيان اللي طلع من وكالة ناسا بيقول إن بعد 70 دقيقة من غصد الجسم ده لأول مرة استمروا في تتبع الجسم وجمع المزيد من البيانات عنه، وبدأوا يضيقوا الموقع والوقت لاحتمالية اصطدامه بالأرض بنسبة 100%. لازم تعرفوا إن مراقبة الأجسام اللي بتشكل خطر على كوكبنا من إحدى المهام الرئيسية لوكالة ناسا. آخر حاجة معانا دراسة نازلة على موقع كونفرزيشن بتوضح لنا
ازاي ممكن العكسات الموجودة في الفضاء تخلي مزارع الطاقة الشمسية الموجودة على الأرض تشتغل فترة أطول كل يوم؟ بيقول الباحث أونر شالك المشارك في مرحلة ما بعد الدكتوراه في تكنولوجيا الفضاء في جامعة جلاسكو، لو كنا بصينا للسماء في أوروبا سنة 1993 كنا هنشوف وميض خافت من الضوء، والسبب بيرجع لتجربة المرآة الفضائية الروسية زيناميا 2، ودي عبارة عن هيكل عاكس طوله حوالي 20 متر انطلق من مركبة فضائية انفصلت عن محطة الفضاء الروسية مير. كان هدف التجربة إثبات إمكانية انعكاس الطاقة الشمسية من الفضاء للأرض، ودي كانت المرة الأولى والوحيدة اللي يتم فيها إطلاق مرآة للفضاء للغرض ده. وبعد 30 سنة الباحثين بيعيدوا النظر في التكنولوجيا دي. كان في مقترحات قبل كده بتقول ان احنا نبني محطات الطاقة الشمسية في الفضاء وبعد كده ننقل الطاقة للأرض، فالدراسة الجديدة عكس كده تماما، لان الدراسة الجديدة بتقول ان التوليد هيحصل هنا على كوكبنا، والاهم من كده ان العواكس دي هتساعد مزارع الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لما ما يتوفرش ضوء الشمس المباشر، خصوصا في الفترة الجاية لما يزيد الطلب على الطاقة النظيفة. الباحث أونر شالك هو وزميله نشروا ورقة بحثية وضحوا فيها إمكانية دوران العكسات الشمسية في المدى القريب، والفضل هنا بيرجع للتقنيات الحديثة اللي زي المركبات الروبوتية اللي تقدر تصنع وتجمع الهياكل في الفضاء. في كل مرة بيمر فيها العاكس فوق مزرعة للطاقة الشمسية يقدر يوجه نفسه لإضاءة المزرعة الشمسية والمناطق المحيطة بشكل مباشر، ولو ما تمكنش العاكس من إضاءة المزرعة الشمسية فممكن يدور نفسه بحيث يكون عند حافة الشمس، وساعتها مش هينعكس أي ضوء على كوكبنا. بس مع الأسف ده هيعمل مشاكل في عمليات الغصد الفلكية الأرضية، ومع وجود العكسات اللي بتدور على ارتفاع 900 كيلو فوق كوكبنا قدروا الباحثين أن المنطقة المضيئة على كوكبنا هتكون حوالي 10 كيلو. في ذروة سطوعها لازم تعرفوا أن محطة الفضاء الدولية موجودة على ارتفاع بيتراوح بين 409 كيلو و 416 كيلو متر، فطبعا نظام زي ده صعب يستهدف الألواح الشمسية الفردية، فلازم يتعمل على مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة واللي غالبا بتبقى موجودة في مناطق غير مأهولة بالسكان. مش بس كده، ده كمان نقدر نستخدم مدارات العكسات دي ونحدد مكان بناء المزارع الجديدة. الاقتراح اللي قدمه الباحثين عكسات سداسية طول جوانبها 250 متر ووزن العاكس الواحد فيهم 3 طن. زمن مهمة العكسات دي بيتراوح بين 20 سنة و 30 سنة. طبعا احنا محتاجين المزيد من الابحاث لانتاج تقييم كامل لدورة الحياة، لكن على المدى الطويل العكسات دي هتساعدنا في توليد طاقة نظيفة تكفينا كلنا. انتوا ايه رأيكم في الموضوع ده؟ لحد هنا خلصت حلقتنا، ياريت اكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط، والسلام عليكم.